جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: صلى الإمام وعند قراءته قرأ آية فيها سجدة، فهل يسجد؟ نعم، إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة والصلاة جهرية فإنه يسجد ويتابعه المأموم، لأن السجود سنة. أما إذا كان في صلاة سرية فإنه لا يسجد، لأنه يشوش على المأمومين فيظنون أنه قد سهى، لأنهم لم يسمعوا الآية التي فيها السجدة حتى يعرفوا أن هذا سجود تلاوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض الأئمة يفاجئ المأمومين بسجوده وهم لم يدركوا السبب، فهل من توجيه يحفظكم الله؟ الإمام يقرأ جهرا ويقرأ آية السجدة فهم يعرفون السبب في هذا ويتابعونه، إنما يتأتى هذا في الصلاة السرية، ولذلك قال الفقهاء يكره سجوده في الصلاة السرية لأنه يشوش على المأمومين. السجدة ليست بلازمة إنما هي سنة، فإذا ترتب عليها تشويش على المأمومين فإنه يتركها.